معنا اليوم الأستاذ أحمد سيف الإسلام، المحامي الناشط السياسي وعضو اللجنة العامة لحقوق الإنسان بنقابة المحامين، والذي يتولى القضية الشهيرة أحداث إمبابة أو فتنة إمبابة، والمتهم فيها الإسلامي المعروف أبو يحيى، وأيضا المستشار القانوني لإئتلاف دعم المسلمين الجدد. هنعرف منه اليوم بعض الأشياء عن أبو يحيى، حيث أنه يقال أو يشاع أنه مضطهد في سجن لمنطرة، ونقل من سجنه الأصلي وهو سجن المحكوم المسجونين احتياطيا إلى سجن لمنطرة، وهي عقوبة له على شيء لم يفعلها، شيء لم يفعله. فهنعرف منه ملابسات هذا الأمر. تفضل أستاذ أحمد، عرفنا إيه الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. أستأذن بس قبل ما أتكلم، بنشكر قناة يكين الأخبارية على تبنيها القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. تاني حاجة، نستأذن برضو إن الاسم أحمد سيف الإسلام حماد. بالنسبة لموضوع الشيخ أبو يحيى السلفي، والله إنه اليوم 9/9 فوجئنا وإحنا في لجنة حقوق الإنسان باستغاثة من أسرة الشيخ أبو يحيى، فمع الأستاذ ممدوح إسماعيل. كان فحوى الاستخاصة أنه هو كمسجون محبوس احتياطين على ذمة قضية إمبابة، المفروض أنه هو موجود في سجن طرى تحقيق، أنه هم نقلوا من سجن طرى تحقيق المخصص للمحبوسين احتياطيا إلى سجن لومان طرى، والسجن ده مخصص للمحكوم عليهم بعقوبة الأشغال الشاقة، والكلام ده طبعا مخالف لقانون تنظيم السجون. المهم الأستاذ ممدوح كلفني أنا وبعض الزملاء إن إحنا نتولى نشوف إيه، نبحث إيه الموضوع، وإن إحنا نزور سجن نزور لمان طرة. الأستاذ ممدوح إسماعيل مقرر لجنة حقوق الإنسان اللي إحنا نروح سجن لمان طرة نشوف إيه الموضوع على الحقيقة. يعني فعلا الحمد لله جبنا إذن من تصريح من نيابة أمن الدولة العليا، رحنا له. كان الكلام ده يوم الحد، وكان يوم السبت تم تنفيذ العقوبة الغير قانونية. رحنا له طبعا لقينا الوضع كالتالي، ان هو المفروض ان هو في سجن طرى تحقيق، ده مخصص للمحبوسين احتياطيا. طبعا في شويه امتيازات للمحبوس احتياطيا على اساس ما فيش المتهم بريء هتثبت ادانته، لغايه دلوقتي هو ما ادنش، فبالتالي بيتعامل اخف من اللي هم معاقبين بعقوبه اشغال شقه. المهم اللي انا اتنقل هناك، طب اتنقل ليه؟ قالوا يا حصل معاك تحقيق يا شيخ ابو يحيى؟ قال لا، ده هم جابوني نقلونا على اللومان، انت عملت تحقيق صحفي مع جريده المسائيه وانا ما عملتش. طب التحقيق دخل السجن؟ طب هل المامور مثلا خد عقوبه؟ ما هو لو هو عمل تحقيق صحفي دخل السجن، يبقى المفروض المامور هيحاسب على هذا الموضوع. المهم طبعا لقيناه في زنزانه انفراديه. طبعا زنزانه انفراديه بتبقى مغلقه 24 ساعه، ما بتفتحش الا الساعه 8 صباحا، بيدوله جردل للبول للبراز، ومعامله لا تتفق، معامله لا ادميه، يعني حتى مش متعلقه بالشيخ ابو يحيى، من ناحيه المبدا مش مقبوله. المهم على ضوء كده اضطرينا كهيئه مكلفه بالدفاع عنه ان احنا رفعنا دعوه في مجلس الدوله، لعرفنا القرار ده صادر من مساعد الوزير لمصلحه السجون، فاحنا رفعنا دعوه في مجلس الدوله اللي هو الطعن 65774. تاني حاجة، في نفس اليوم ده يوم 19، الكلام ده امبارح، رحنا للمجلس العسكري قدمنا استغاثة وتظلم. الحقيقة كان للمجلس العسكري قابلونا بكل ترحاب، ويعني يا دوبك خدوا الطلب من هنا، لقينا في مندوب قالوا جاي، ما فيش 3-4 دقايق لقينا مندوب جاي من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، استلم مننا التظلم وقال ان هو هيكون بالليل قدام مكتب سيادة المشير. تاني يوم رحنا قدمنا تظلم واستغاثة برضه للسيد وزير الداخلية، قابلنا المسؤولين في المكتب بتاعه. لما عرفوا الموضوع بصراحة حسينا ان في تغيير في قيادة وزير الداخلية، يعني اهتموا بالموضوع لدرجة بيقول لي طب امضينا تاني قدامنا، الموضوع ده هيتعرض على مكتب الوزير قبل الساعة 1:30، احنا مقدمين الطلب 11:00 1:30، قال قبل 1:30 هيكون الموضوع على مكتب سيادة الوزير.
قبليها عملنا شكوى للنيابة العامة في المعادي على أساس أنها مختصة بالرقابة. يعني قدمت كل الإجراءات وكل طبعا إحنا أوضحنا أن في مخالفات. إيه هي المخالفات؟ النتيجة إيه التي وحالته؟ طب نستأذن حضرتك المخالفات أن هو أولا تم عقابه من غير ما ياخدوا أقواله ولا في دفاع، والمفروض يكون كتابي، ما حصلش. ده بالمخالفة المادة 44 من قانون تنظيم السجون، ان هو اتنقل من سجن طرى المخصص للمحبوسين الى سجن لومان طرى للمتهمين بانشغال الشقه. ده مخالفه للماده 14 والماده 44 من قانون تنظيم السجون اللي بتقول لك يمنع يحظر تماما نقل اي مسجون محبوس احتياطان الى لومان طرى. انه اتحط في زنزانه انفراديه لمده تزيد عن اسبوع، لان من 9-9 لغايه دلوقتي زاد عن اسبوع، ممنوع حسب تنظيم السجون. طبعا مترتب على نقله لومان طرى ان هو ما عندوش امتيازات اللي بيتمتع بيها المحبوسين. نيابة المعادي النهاردة وعدني المستشار أحمد عز رئيس النيابة إن خلال 5 دقايق من تاريخ اللي أنا أقوالي في النيابة إنه هيطلع وكيل النيابة للومان طرة، وإنه النهاردة هيطلعوه من الزنزانة الانفرادية، هيكون يعامل معاملة المحبوس احتياطيا. وعدني إن بكرة هيشوف الموضوع. النهاردة 19 الموافق 3، ان النهارده يطلع بره السجن الانفرادي 19/9 يوم 20، وعدني انه هياخد اجراءاته بعد التنسيق مع مصلحه السجون بالغاء قرار المخالف للقانون. يعني يعتبر القضيه هذه المخالفه يعني انت خلصتها، ولكن احنا عايزين الاهم بقى دوره في القضيه والاتهامات التي وجهت اليه، وهل هذه فعلا اتهامات ملفقه ام وما موقف ابو يحيى من القضيه؟ هل في فعلا ادانه، في خطوره، ومتى تتوقع يعني سير هذه القضيه؟ بصراحه انا كنت ماسك طبعا مسؤول عن السيده عبير فخري وزوجها ياسين ثابت، فكنت يعني ايه اتجاهي كله متعلق في الجزئيه دي. طبعا لما الاسره كلفتني وائتلاف دعم المسلمين الجدد بصفة المستشار القانوني كلفوني ان انا اشارك في قضية الشيخ يحيى، لما قابلته لقيت الراجل ده عليه يعني ايه في ظلم باين عليه. مبدئيا لازم نعرف الاول مين هو الشيخ ابو يحيى. ده راجل سلفي ربنا انعم عليه بالمال، بقى دوره اللي عايزه تسلم بتولى يصرف عليها مأوى، تعليم، جواز، لغايه لما تقف على رجليها، وبعدين عايزه تروحي اي مكان روحي، ده دوره. والراجل يعني ايه بارك الله فيه ساهم في مأوى ل 704 مسلمة جديدة، بارك الله فيه. الراجل ده كان ليه دور في موضوع كمال يا شحاتة، ان هو كان اتصل بيه محامي وقال ان في سيدة عايزة تسلم، وفي الاخر كلمت الشيخ ابو يحيى واقتنع الراجل باسلامها وخدها معاه في الاخر عشان خلاص الموضوع لاشهرها في الشيخ الازهر. ودي قضية معروفة ان حصل تواطؤ للاسف مع بعض المشايخ مع امن الدولة وقتها في النظام السابق، اللي بيها اتأجل الاشهار لغاية لما ايه امن الدولة قبض عليه. طبعا قبض عليه، ضربوه وخدوها خطفوها وبقت تصرخ حرام عليكم انا مسلمة، القضية المعروفة دي. وفي الاخر هو قعد 24 ساعة مكهربينه الى ايه يعني اطلق صراحة وقتها، لغاية المؤثرة مواضيع بقى وفاء المرحومة وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة.